السلام عليكم، كاتك يا شيخ بانش، تمام. بديكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن. ليش؟ على التيك توك. ندخل على التيك توك، الاكسبلور حقي دخل على حسابي، فبنشوف الاكسبلور حقي ونعطي عليه رياكشن. فلا تنسوا لايك واشتراك، سبت نجي تعرف تنضغط تابعنا عليها كم تبعنا سناب باد. صلوا على النبي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ليتس جو، نبدا المقطع. طبعا اللي يقول الزود بالقلم تفضل. والقرآن مو بالقلم باع، هيك تسوون؟ لا لا تعلمي، لا سرفيني سرفيني. يلا يلا ما اعلم. يلا كملي. لا 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 شباب، هي اصلا تسوي ثلاثة اصابع مو باصبعين، يعني ما تصير كذا اصلا، هي لازم كذا ثلاثة اصابع تلعب وتكون سريع، بس ما شاء الله يعني. الحمد لله ما حد يقدر يذب على مجلس خولي. يا ربي ما شاء الله، كم قهوة جي فيه هذا؟ هذا يقرأ دعاء السفر ما بين وصل من هنا لين هنا. حين بعرف إذا في رجال في أول المجلس، في رجال في آخر المجلس، واللي في أول مجلس يتكلم فيها. يا ولد الاثنين يبغون يسولفون تهم. هل فعلا الإنترنت بينقطع نهائيا بيوم 10 من هالشهر أكتوبر؟ هذا اختصار السالفة، كله كذب، واللي صدقها طب. في منزلي أنثى السن أدق الباب، منزلي أنثى السن أدق الباب، من بالباب يا أولاد ومعي ميلاد. يووو، هذه إذا بيخلاني أجيبها أنا ما أجيبها. شلب صح؟ صعب يا والله، هذا الكلب، الكلب مرة مرة شلب. مناقص الكوبرايت. ورب الكعبة انو شنب، اقسم بالله انو شنب. يوم القيامة لما نسألك ربك ايش كنت تسوي، قولي لك انت صورت تيك توك. اوكي، هو موعدنا قريب يعني. ما انت ما يعني الترباية وين؟ او قسم الترباية وين؟ تدرون ليش انا اطول الزلف وعرضه؟ لان وجهي ستاندر، ما في اي فعاليه، ما بشيل لا شنب لا تفله لا ديربي، فاضي. هذا مداله. ايوه، فلما حطيت هذا يعني تخيل كذا جدار فاضي به لوحه، انا مثل وجه اللوحه، فهذولي اقول يا قرذان صغيري. سبابي رايت سامي دوري كاسينك بيتا بيتا. البداية يا والله ابداع، انا احب ذول اللي ما يختصر ويعطيك نتيجة، اخس شيء اللي يقولك بارت 2 فاضي. انا تعالى يا استوحي ابسى وفي استوحي من كراكيبي لعبة وعارف. اوكي، شوف هذه اسمها فوفو، تقول خبي جمالك للشخص اللي يستاهله، يعني مقصود فيها زوجته، زوجها. اوكي، ايش كاتبه؟ كاتبه ما حد يستاهل غيركم. شباب تعرفون اكثر التعليقات اللي علقها انا تنحذف، قسما بالله اكثر التعليقات اللي انا علقها تنحذف. ليه؟ اي دونت نو. شوفوا في واحد يقول بنات الثانوي يجننون وانيقات، يعني من جد بنات، اما المتوسط الله يستر عليهم. اذا ما كان عمر 12 سنه انا ما اعرف شيء، هذا اول شيء. حلو، ثاني شيء ايش يبي يسوي؟ يبي يسوي اتنشن. شوفوا كم عنده رد، 606 ردود وتقريبا على 9000 لايك. على ايش فينا اليوم؟ قضيها تعليقات، والله العظيم اطفال ورب الكعبه اطفال، استغفر الله العظيم. المشكله انه يا اخي انا عارف انه بنات الثانوي ثقيلات، بس اثاري بنات الثانوي في لسه اصغر من المتوسط. بعدين يعني ايش؟ شوف 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 شوف، هذا ما ادري ايش يسمونه. اوكي، هذا اسمه حاجب.
يعني احنا نقول له حاجه رسم الحاجب رسم العين مكياج سنسو اوه الامور لوز اريد رقم ابوك ما مسحي راح اخطبك اصلا صراحه اني انا ما اتشرف قسما بالله هذا يا عيال ورب الكعبه عالم ثاني كابتن طولي 150 ووزني 50 لو ترجع للاصل اوكي هذا جسم مثالي جسم مثالي انه يكون الطول الوزن ينقص من الطول 100 واذا تبيه مثالي بالضبط ينقص 110 يعني انا طولي كم 182 اوكي كله ما شاء الله وزني 72 73 هذا وزن مره مثالي وانا مسلت مدرب يعني. كابتن طولي 150 ووزني 100 وش اسوي دعبل انت مو بني ادم 150 متر ونص وزنك 100 يعني شويه النوب يصير عرض وزن بالطول نفس الشيء شنو اسوي شنو اسوي قلل زخنبوت اكل روح اركض خلي تشنب يطير وراك ربي بزازين اطلع بالشمس سوي اي نشاط بدني شوف افلام اسهر دخن هوايه شو تسوي وزنك 150 شنو الوضع المخربط هذا انت قوطين سي 5 رب الكعبه يا يعني انه بطل قسما بالله انه ليجند ايش كان اسمه رب الكعبه نسيت اسمه شوف هذا الدعبه الحقيقيه طولي 145 وزني 172 وزن 72 145 هذه عتبة حمام يعني respect power banana banana شباب انا ما ادري بس بالنسبه لي كيف انه مستحيل راح اسوي هذا الشيء قسما بالله يعني انا متاكد 100% انه شوفوا 1 2 3 كلهم اكبر مني بس ما ادري ايش احسب سبايك استخاره والله هذه يا عيال الناس شيء قهر اختبار يوضح معانا استقامة الخرسانة وقابلية التشغيل ونسبة الماء بالخرسانة وقف عند 25 يا معلم مضبوطة يا باشمهندس بيبين معانا بالفحص خرسانة 100% بيبين معانا بالفحص طبعا نظف تحت يا معلم حاضر يا باشمهندس لما نرفع يتم الرفع حرص خذ على نقطة حاضر يا باشمهندس مرفوضة يا معلم لا 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 باشمهندس هذا يعني هذا لما يجيك مهندس قثيث على خبره فيه قسما بالله مهندس قثيث تعرفون هذه اذا قال مرفوضه انه 18 متر هذه زباله كرم سامعين زباله مره تروح خالص تنكب لانه اذا جت الخلاطه وجت مرفوضه الخلاطه كلها تنكب على حسب 18 8 3 على حسب الخلاطه كم اللي فيها هذه تترمى كامل فكذا قاعد يهاوشوا طقت والما طقت ناخذها بزاد شباب عشان هذه النوعيات مو هم نفسهم ابائهم اللي ما عندهم يعني غير على بنات بيقول لك ايش صغيره تكون البنت قدش حشه يعني اقل شيء عمرها 14 15 سنه يعني لو انها قديم كانت تزوجت عائشه رضي الله عنها تزوجت عمرها 9 سنين ايش هذا عشان هذه البنات تطلع وتكبر وتفلت و... الله يديرنا بس ما شاء الله دي دريتا دريتا ما شاء الله الله يحفظ يا ربي ايش لكم شباكم يا جماعه طبعا انا كتبت راب عن فلسطين لان انا وايد احب فلسطين واتمنى اني اروح لها زين فعشان كذي انا لو بيدي اروح هناك بدون تذكره انا لو بيدي اروح هناك بدون تذكره وما البس حزام لان فلسطين هي الامان وما البس حزام لان فلسطين هي الامان شو يا راب يا بنت الحلال طب حطي ايقاع والمصحف اني ما ودي اتعب نفسي وكان انا حطيت ايقاع ما البس الحزام لانه فلسطين هي الامان ما البس حزام لانه فلسطين هي الامان ما البس ليه تعيدي مره واحده وكملي وخلي حماسي يا شيخ اخرت ليه الطريق انت عارف ان انا مش بحب انت تتاخر على ابني انت بالذات عملت لها ايه المره انت عارف ان انا مش بحب اقول كلام حلو صح اللي بقى هي شويه تقول لي قول لي بحب لا ما في حاجه ما على بطنها تعالى عايزه ايه انا مش فاهم كنت ركز معايا ماشي بجد لا انا اسف انا ما اقدرش اعيش من انا بجد يوه انا امس بقول لكم يا اهل مصر الاحباب الاعزاء لا تمثلون يا شباب ايش النوعيه الخره هاي كرنج وسف
يا اخي الواجر فانت تجربكم ان شاء الله انتم الاثنين مقصد مصر. طبعا هذا قاعد يقلدون سكتش صار حقيقي في لجنة التحكيم. باس الشفة ممنوع باس الخد عادي. يا جد الله يرحم لي امك يضل عليك شوي انت وتودع. روح صلي لك ركعتين يعني اللهم حسن خاتمة. بس ترى ما ينطون مصر على المقاطع جدو اتشبك خوي. والمصحف ما ينطون ولا ريال على المقاطع. 17 الفلاي بعد شوية تلقاني بوس الشفة ممنوع بوس الخد عادي. تأسبع تعالي تعالي مستحيل ما ريت انا اذا تيما بس خلص انا اوف. شباب شوفوا شعره شوفوا هنا رقبته شوفوا ايدينه شوفوا هنا 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 شو مسوي بحالك الله يرحم امك جسمك اخ انتهكت عرضه انت يود ايش الوشم هذا استغفر الله العظيم. شو يقول لك بكره ايش يقول لك والله يا مراهقه والله هذه الناس ما ايش تريد. هل شاهدت جريمة؟ أنا إيه؟ يوم كان عمري 3 سنوات تخيلوا. تعليقات يا عيون التعليقات عالم ثاني. طبعا كلكم أشلفة هذه اكتشفت إنه هذه بنت. الله يقربكم والله العظيم الله يقربكم وياخذكم إن شاء الله. استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر العظيم استغفر. I'm just joking no problem. أنا قاعد أمزح طبعاً. بس أنا أكره البويات لو إنه مدري إيش يصير يكره البويات. أنا شخص يكره شيء اسمه بوي. وصلنا 30 دقيقة تصوير ولا لو إني مصور الأطلس إيش هو الأطلس ما أدري. فإلى هون قصرنا حلقات سلكوا اشتراكوا سبتي وجد تحت صندوق وصل تابعوني عليها كامل تابعوني على سناب بعد وصلنا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وسلمنا على ميمكار. مع السلامة.